ما تنسوش تعملوا فولو الاكونت بتاعي على انستغرام واشتراك في القناه. فيلم النهارده اسمه ريدي بلاير 1، كولومبس اوهايو سنه 2045 ميلادي. كان هناك بيعيش بطل قصتنا بتاعت النهارده ويد واتس اللي اتولد سنه 2027، يعني عنده حوالي 18 سنه كده. ويد كان عايش مع عمته تحديدا في منطقه اسمها الاكوام تقريبا. واضح ليه هي اتسمت كده، المكان فقير وعدد السكان كتير قوي والناس زهقوا وبطلوا يدوروا على حلول للعيشه واختاروا ان هم يهربوا من واقعهم بواقع جديد، واقع خيالي. فعشان ويد وغيره من السكان يهربوا من حياتهم الكئيبة كانوا بيلبسوا نظارات الواقع الافتراضي. النظارات دي كانت بتدخلهم عالم تاني، عالم خيالي، مكان واسع جدا. اصل تعيش واقع كئيب وفقير كده وانت تقدر تروح اي حتة انت عاوزها وممكن تكون اي حد وبالشكل اللي انت عاوزه وتعمل اي حاجة نفسك فيها، ممكن تكون طويل قصير ولد بنت زومبي كرتون نينجا روبوت، ممكن تتزحلق على الاهرامات او تتسلق جبل ايفرست مع باتمان، ممكن تكون صداقات مع ناس مش موجودين معاك في الواقع بس يكونوا مقربين ليك جدا عادي. كل ده تعرف تعمله جوه عالم خيالي واحد بس اسمه الاسس. فبعيدا عن النوم او الاكل او دخول الحمام، اي حاجه تانيه الناس بيعملوها جوه الاسس ده. معظم الناس اللي عاوزين يجمعوا فلوس بيروحوا كوكب الهلاك دوم، اخطر مكان في الاسس، مكان حلو تجميع الفلوس والاسلحه. لو مت فيه شخصيتك بترجع تاني، بس كل اللي انت مشتريه او كسبته، كل حاجه اجتهدت واشتغلت عشان تجيبها، كل فلوسك او هدومك او اسلحتك، كل ده بيروح، ترجع للصفر من تاني. العالم الخيالي الجامد ده كان نتيجه افكار الشخص المبدع جيمس هاليداي، اللي بسبب فكرته دي مش بس كان صاحب اكبر شركه في العالم، بس كان محبوب من كل الناس بسبب الابتكار العظيم اللي عمله واللي سابه للناس ده. لكن للاسف سنه 2040 هاليداي مات، بس الحاجه اللي سابها وراه غيرت كل حاجه. قبل ما هاليداي يموت عمل حاجه اسمها ايستر ايج او بيض اعياد الربيع، لغز مخفي جوه اللعبه بيدي اللي يعرف يلاقيه قدرات وحاجات خاصه، واول واحد يوصل لها هيورث كل ثروته واسهم شركته اللي بتقدر بنص تريليون دولار. مش بس كده، هيبقى ليه كامل السيطره على الاسس نفسها وعلى هيئه شخصيته في اللعبه. هاليداي عمل 3 مفاتيح متوزعه في الاسس، 3 تحديات مختلفه تبين مين يستحق يكسب، واللي يلاقي الثلاث مفاتيح هو اللي هيوصل في الاخر للبيضه. نرجع لويد اللي بيقول ان التحدي ان نلاقي 3 مفاتيح، بس لمده 5 سنين محدش عارف يلاقي ولا واحد. واول تحدي اكتشفوه كان سباق هاليداي صممه بنفسه، سباق خطير جدا وصعب لدرجه ان في الخمس سنين دول محدش عارف يخلصه، فالناس زهقت. ما كانش في حد بيحاول فيه غير صيادين البيضه او الجانترز زي ويد اللي اسمه جوه الاسس بارزيفال وصاحبه اتش ودايتو شو وارتمس اللي انقذها في اخر السباق قبل ما كين كونج يموتها وكان بيكراش عليها تقريبا. كمان السيكرز كان بيحاولوا، والسيكرز دول شغالين لصالح شركه AOI LOL، تاني اكبر شركه في العالم، بس كانوا بيخططوا يكونوا الاكبر عشان كده بيبذلوا كل اللي يقدروا عليه عشان يكسبوا مسابقه هاليداي دي. وكمان عندهم فريق متكون من تلاميذ هاليداي مهمتهم ان هم يدرسوا ثقافه هاليداي وطريقه تفكيره والحاجات اللي كان مهووس بيها عشان يحاولوا يلاقوا حل للالغاز اللي عملها. كل دول كانوا بياخدوا اوامرهم من راجل شرير اسمه نولان سورينتو. سورينتو كان متدرب عند هاليداي، اقنع AOI علشان يعملوا له سيكرز بقال ايه معرفته عن هاليداي. بس في الحقيقه كل اللي كان يعرفه عن هاليداي هو كان بيحب قهوته ازاي، بس كده كانش يعرف عنه حاجه اكتر من كده. المهم ويت كان دايما في دماغه جمله ان هاليداي كان بيكره القواعد، فاكيد مش هيعمل سباق يتلعب بنفس قواعد السباقات، فراح يدور في مكان كبير جدا عن ذكريات جيمس هاليداي كلها. وهو بيدور في ذكرى منهم وشريكو اودجن مورو بيقول له انهم لازم يتطوروا وان العالم ما بقاش لعبه زي الاول. هاليداي قال له انا مش عاوز اعمل قواعد تاني، انا حالم، انا ببني عوالم. ليه ما ينفعش نرجع لورا ولو لمره نرجع لورا بسرعه جدا باسرع ما عندنا؟ اخر جمله نورت في عقل ويد وجات له فكره اخيرا. وتاني يوم اول ما السباق اتفتح ويد استنى كل الناس تبدا السباق ورجع لورا باقصى سرعه. فجاه لقى نفسه تحت مضمار السباق وكل المتسابقين فوقه بيتحركوا وعربياتهم بتتكسر، وهو ماشي بكل هدوء لغايه ما فعلا بعد 5 سنين كان اول واحد يوصل لخط النهايه ويكسب اول مفتاح ودليل اضافي عشان يحل اللغز اللي بعده وكمان 100,000 عمله، كل ده عشان فكر بطريقه مختلفه. وبارزيفال بقى اول اسم على لوحه المتسابقين ومن بعده اصحابه طبعا، وده كان شيء مجنن نولان سورنتينو جدا وخلاه يشتري حاجه اسمها كره اوسفوكس، كره سحريه بتعمل درع سحري لا يمكن اختراقه ولا ينفع يتشال من حوالين المكان اللي بتشغلها فيه. وكمان كلف اي روك نفس الشخص اللي جابها له انه يقتل بارزيفال اللي هو ويد، وبدا ويد
واصحابه يحاولوا يحلوا اللغز التاني. اللغز كان ملخصه ان هاليداي كان بيحاول يهرب من جزء من ماضيه. ويد افتكر ان هاليداي خرج مع بنت في مره كانت عاوزه انهم يرقصوا بس اتفرجوا على فيلم في الاخر. البنت دي كان اسمها كيرا، والاسم ده اتذكر مره واحده بس في كل ذكريات هاليداي. لما ويد قال كده امين ذكريات هاليداي قال له مستحيل، كيرا كانت جزء كبير من حياتهم، ما ينفعش تكون اتذكرت مره واحده بس. بس ويد قال له انا متاكد وهرهنك على اي حاجه، وفعلا كلام ويد طلع صح وكسب الرهان، والامين اداله عمله بما انه كسب الرهان، خليكوا فاكرينها. المهم ارتمس قالت لبارزيفال انه يقابلها في الكازينو في الاسس، وهناك قعدوا يتكلموا ويرقصوا، وكان هناك اي روك اللي سورينتو كلفه يقتل بارزيفال جوه اللعبه، وكان قاعد بيتصنت عليهم وسامعهم. فبارزيفال كان معجب بيها جدا وحاول يعرف اسمها في الواقع، بس هي رفضت، فقال لها هو انا اسمي ويد. ويد واتس. ساعتها ارتمس اتخضت وقالت له ما ينفعش تقول اسمك الحقيقي جوه اللعبه. طبعا اي روك سمع اسمه الحقيقي واي او اي دخلوا وكانوا هيموتوهم. بعد الحركه الغبيه اللي ويد عملها دي سورينتو عرض عليه عرض انه يساعدهم يلاقوا البيضه، بس لما ويد حس انه بيحور عليه رفض، فسورينتو قرر يفجر المكان اللي هو عايش فيه هو وعمته في العالم الحقيقي. بعدها طلع له واحد خطفه يلا بجمله المصايب، بس طلع من الفريق اللي ارتمس فيه عشان يعملوا ثوره على اي او اي، وقابل ارتمس على الحقيقه وقعدوا يدوروا على معنى اللغز التاني لغايه ما اكتشفوا ان معناه خطوه هاليداي خاف ياخدها لما خرج مع كيرا وندم على كده، فراحوا هما واصحابهم سجل ذكريات هاليداي يدوروا في افلام الرعب على اللي كان خايف منه، بس ما طلعش اللي كان مخوفه. هاليداي كان خايف من حاجه مختلفه، كان خايف يرقص مع كيرا، فاكتشفوا كلهم الحل وخدوا المفتاح التاني. لما سورينتو عرف بكده امر قواته ان هم يقبضوا على ويد وارتمس واقتحموا المكان عليهم، فارتمس ضحت بنفسها وخلتهم قبضوا عليها عشان ويد يهرب. لما هرب لقى اتش اللي طلعت بنت في الاخر اصلا، وديتو شو اللي طلع عنده 11 سنه، جم عشان ينقذوا بعربيه فان كده بيعرفوا يدخلوا الاسس وهم فيها، ومن هناك قدروا يعملوا حاجه زي واقع افتراضي جوه اللعبه، خطفوا فيها سورينتو وحسسوه انهم اقتحموا عليه مكتبه في الشركه عشان يقول لهم مكان ارتمس، بس هو اكتشف الخدعه اللي كانوا عاملينها. المهم ان سورينتو والسيكرز اكتشفوا التحدي الثالث، وكان مكانه في كوكب الهلاك دوم. مش بس كده، سورينتو فعل الدرع اللي بتعمل له كره الاسفوسوكس السحريه حوالين مكان التحدي عشان محدش لا يدخل ولا يخرج من المكان، والطريقه الوحيده لتوقفها هي بتعويذه سحريه ولازم من جوه الدرع. ويد والشله قدروا يخرجوا ارتمس من الحجز واتسللت لمكتب سورينتو، وعرفت ان التعويذه المطلوب عشان تبطل مفعول كره الاسفوسوكس ولازم تقولها بعد 3 امتار او اقل منها. في الوقت ده ويد كان جوه الاسس من العربيه الفان بيكلم كل اللاعبين في الاسس واداهم الخطاب الحماسي الجامد جدا ده عشان كلهم يتجمعوا مع بعض في كوكب دوم عشان يغلبوا اي او اي اللي عاوزه تتحكم في الاسس غصب وتقلبها زريبه. وبالفعل كل اللي جوه الاسس انضموا لويد واصحابه عشان يحاربوا اي او اي. بدا كل لاعبي الاسس يتجمعوا من كل حته ويحاولوا يخترقوا الدرع بس مفيش فايده، بس بعد ما ارتمس عرفت ازاي تبطل مفعول كره الاسفيسوكس اتخفت وانضمت للفريق التاني عشان تدخل معاهم من جوه الدرع وتقرب من الكوره وتقول تعويذه الابطال، وفعلا عرفت تعمل كده. وفي وسط ما سورينتو بيسال اي روك هي مفعولها بيدوم قد ايه، قال له يعني ممكن 10 مليون سنه وهتفضل زي الفل ان شاء الله. لسه ما كملوش كلامهم، ارتمس كانت خلصت التعويذه والكوره درعها اتشال وهاتك يا دعك بقى. بدات الخناقه بين اللاعبين اللي في الاسس كلهم واي او اي، كانت خناقه حلوه مليانه اكشن كده. انتهت بان ويد وصل اخيرا لمكان التحدي. التحدي كانت عباره عن اتاري، وده الاتاري اللي ما يعرفوش جيل الايباد انتصار اتاري، والمهم انك تعرف هتلعب انهي لعبه وتعرف هتلعبها ازاي. اي او اي اكتشفوا اللعبه بعد محاولات كتير، لا وخلصوها كمان، بس برضه فشلوا لان ده ما كانش المطلوب. لما ويد وصل كان عارف هيعمل ايه، بس سورينتو ظهر وهدده بانه يستسلم او هيستخدم قنبله بتموت كل الشخصيات اللي في اللعبه، بترجعهم كلهم للصفر حتى اللي استخدمها. بس ويد رفض طبعا ودارت بينهم عركه على الضيق كده. فاخرها سورينتو استخدم القنبله فعلا وكل اللي في اللعبه ماتوا، ولوحه السكور فديت زي ما كان سورينتو عاوز، بس بدون اي مقدمات اسم بارزيفال ظهر تاني على لوحه السكور. بارزيفال كان معاه حياه اضافيه، خدها من العمله اللي امين ذكريات هاليداي اداها له لما اتكسبوا في الرهان، فاكرين؟ لقى نفسه في اللعبه لوحده وبدا يلعب مش بهدف انه يكسب، لا كان بيلعب بهدف انه يلاقي اول استر ايج، اول لغز اتعمل في تاريخ الالعاب، ونجح ويد في انه يكسب المفتاح الثالث، وهاليداي ظهر له واداله البيضه، ولما خرج من اللعبه لقى اوجدن مورو شريك هاليداي وقال له ان هو اصلا امين ذكريات هاليداي اللي اداله الحياه الاضافيه وساعده انه يكسب. واخيرا ويد واصحابه اتولوا التحكم في الاسس وخلوا اوجدن مورو مستشار ليهم، وكان مرتبه على حسب طلبه $1 كوين يعني زي اللي اداها لويد. تاني حاجه عملوها وهي انهم منعوا اي شركات ربحيه زي اي او اي
جاي من انها تدخل اللعبه. تالت حاجه واللي ما كانتش متوقعه قوي انهم قفلوا الاساس يوم الثلاث والخميس من الاسبوع عشان الناس تقضي وقت اكتر في حياتها الواقعيه، علشان زي ما هاليدي قال الواقع واقعي. وبكده احنا وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه بتاعتي على اليوتيوب الاولى والثانيه وفولو الاكونت بتاعي على انستغرام. يا رب يكون فيديو المره دي عجبكم. السلام عليكم.